هياكل الشموع تم الاحتفاظ بها طوال السنة في ضريح مولاي عبد الله بن حسون. وقبل شهر من هذا اليوم ترسل إلى صنع الشموع قصد تطريزها وزخرفتها. هنا اجتمع أهل السلة وضيوفهم احتفالا بميلاد سيد الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يفت المؤرخين الإشارة إلى هذا التقليد الديني، بل أفاض في وصفه عربونا على محبة أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كان أن جاءت وفود من جهات أخرى من المغرب، وعلى امتداد أكثر من 4 قرون كي تخرج في هذا اليوم مصاحبة لموكب الشموع ومظهرة البهجة في هذا الموعد السعيد. إنها سنة مغربية أصيلة عبر التاريخ مرورا بالمارينيين والسعديين، ثم أخذ ديالو اللبنة الأساسية والحلة ديالو الجديدة في عهد الدولة العلوية الشريفة. هذا الموسم هو كيكون غني لمدة 7 أيام في الزاوية الحسونية الثقافية الاجتماعية إلى غيره، لكن أهم ما هو موجود هو ذاك الشمع اللي كيتسألوا عليه الناس، فهو هيكل مصنوع من الخشب المقوى ومغطى بورق أبيض ناصع ومزين بشموع، ذاك اللب ديال الشموع كياخذ واحد الزركشه ديال الالوان الاحمر والاصفر والاخضر والازرق، مما كيدل على الاصاله المغربيه الرفيعه. سنه 986 هجريه كان اول احتفال، كما أورده صاحب كتاب النفحة المسكية في السفارة التركية أبو الحسن المكرومي، وكذلك في كتاب الملتقى المقصور على معاطل خلافة المنصور للعلامة ابن القاضي. وقد بين صاحب كتاب مناهي للصفة في أخبار ملوك الشرفاء عبد العزيز الفشتالي، كان ترتيبه في الاحتفال بالمولد النبوي الكريم
إذا طلعت طلائع ربيع الأول صرف الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية والمؤذنين النعارين في الأسحار بالآذان فيأتون من كل جهة ويحضرون إليه من سائر حواضر المغرب ثم يأمر الشماعين بتطريز الشموع وإتقان صنعتها فيتبارى بذلك مهارة الشماعين كما يتبارى النحل في نسيج أشكالها لطفا وإدماجا. صناعة الشموع وإعدادها لهذا الموكب حرفة تفننت في إبداعها وتنسيق ألوانها وأشكالها. بعض عائلات سلا ومن ضمنهم أسرة بالكبير. روبورتاج عن كيفية الإعداد مع عبد الرحيم بن شيخي ورشيد بالحاتي. الباحث عن سر موكب الشموع على ما نصره من كتاب مناهل الصفا للمؤرخ الفشتالي فأحمد المنصور الذهبي جاء بالفكرة من إسطنبول ودعا مهارة الحرف بمراكش وفاس وسلا أن يتفننوا في خلق الحفل والزينة احتفالا بعيد المولد النبوي الشريف. أراك كل واحد دير الصنعة ديالو، أراك الصنعة ديال المراكش كانت تسمى بساط، العائلة ديال فاس تسمى لابيضة، بحال هذاك الشيء اللي تيديرو الدراري ديال من تيحدقو الحدقة تيديرو هذاك هذاك المعلمين ديال السلا دارو بالشمع هيا كل الشمعية. عائلة بالكبير هي الآن صاحبة مشعل الإنجاز بعد عائلة شقرون، لكنها كلا الشمع تحتاج مادة أولية أصبحت تقل في السوق. بالنسبة للسلعة اللي خلات ماشي مسألة